تقييمك لأداء منتخبنا الوطني مع مستر روي فيتوريا حتى الآن؟ والله هو قبل التقييم ممكن نتكلم بالارقام. يعني الراجل ده خد منتخب مصر 13 مباراه، النتائج بتقول ان هو كسب 11، اتعادل ماتش، خسر ماتش. بالظبط. التعادل والخساره، الخساره كانت من تونس والتعادل كان مع الجزائر. ال 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 دي برضو مؤشر شويه ان انت ممكن يكون عندك مشكله شويه قدام المنتخبات العربيه الافريقيه، شمال افريقيا تحديدا، لان هم اكتر منتخبات عارفين لعبك وحافظينك وعارفين تحديدا نقط الضعف اللي في المنتخبات المصريه على مدار التاريخ. يعني اغلب الاهداف اللي هتلاقيها دخلت فينا في الماتشين دول تحديدا هتلاقيهم من كرات عرضيه. احنا عندنا مشكله مع فيتوريا في النقطه دي لازم نحلها. لكن على المستوى الهجومي انت مستوى هجومي قوي جدا، بتسجل اهداف كتيره جدا. يمكن انت بس في بدايه التصفيات مسجل 8 اهداف، اقوى منتخب مسجل مع قبلينا كوت ديفوار مسجله 9 اهداف في اول جولتين. ده مؤشر قوي، مؤشر ان انت تقدر تكسب منتخبات الافريقيه السمراء. انت بتقدر تلعب قدامهم كويس، حتى في بطوله افريقيا قبل فيتوريا ما يجي بطوله افريقيا اللي فاتت انت قدام اقوى منتخبات افريقيا، مخرج الكاميرون في ملعبها، كسبان كوت ديفوار، حتى المغرب كمان قدرت تكسبها اللي هو الجيل الذهبي دلوقتي للمغرب. فلا احنا منتخب قوي، منتخب عنده شخصيه زي ما قلت في الاول، دلوقتي عنده هويه هجوميه. انت بقيت دلوقتي الهدف الاول اللي جابه امبارح منتخب مصر اللي سجله تريزيجيه في لعبه رائعه، يعني النني، محمد صلاح، مصطفى لمسات محمد، الرابع جول من تريزيجيه، ثلاث لمسات ورابع جول، واتكررت على فكره في مباراه جيبوتي برضو الجون الثالث تحديدا، احمد فتوح، عمر مرموش، محمد صلاح. فبدا دلوقتي انت بتشوف لعبات، ده مش شغل من فراغ، ده شغل مدرب. بالظبط. فتقييمنا لا تقييمنا طبعا احنا متفائلين جدا، منتخب عنده رؤى جماعيه عاليه، في دلوقتي اداء جماعي قوي زائد مهارات فرديه، هو ده اللي ده 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 التكامل اللي احنا بندور عليه. يعني انت كنت مثلا عندك مشكله دايما في راس الحربه، راس الحربه ما كانش عنده حلول فرديه كتير دايما عند منتخب مصر مثلا اخر يمكن اخر 10 سنين من ساعه اعتزال امام نتا ما شفناش مهاجم قوي بقوه مصطفى محمد. مصطفى محمد ما شاء الله عليه دلوقتي المهاجم اللي بيطلع يلعب بالهيد، المهاجم اللي بيمهد كور للي جاي من ورا، امبارح عاملها بالكعب. يعني مصطفى محمد اتطور كتير في الدوري الفرنسي. محمد صلاح طبعا حدث ولا حرج عن المهارات الفرديه، لعيب اللي يقدر يخلص لك اي ماتش في اي دقيقه. تريزيجيه بدا يدخل في الفورمه بشكل قوي جدا، حتى الزيادات من لعيبه نص الملعب بدات، الفكر الهجومي ده هو ده اللي كان ناقص منتخب مصر، الفكر الهجومي والتكنيك اللي بتلعب بيه انك دايما عايز تسجل، دايما مندفع تسجيل. انا جبت في جيبوتي جون واثنين وثلاثه وعايز اكمل للسبعه والثمانيه، مفيش مشكله. سيراليون شفت منتخب كوت ديفوار بيكسب 9 بالظبط كده، هي دي لو بايدك فرصه بالزبط. استغلها، ما تضيعش جول انت بالزبط. ما تضيعش فرصه للتهديف، مش عشان الارقام ولا عشان اي حاجه، بس زي ما انت قلت كده من شويه هي رساله اللي قدامك. انت رايح تلعب اول ماتش في التصفيات في كاس افريقيا، هتلعب موزمبيق بالظبط 14-0 موزمبيق اول ماتش في المتناول ان شاء الله، لازم يكون دفع، يعني بدايه قويه جدا. احنا منتخب على مدار تاريخه من المنتخبات اللي بيعرف يلعب بطولات مجمعه كويس، حتى احنا في تاريخنا 7 بطولات افريقيه، لان احنا منتخب بيجيد اللي هو يركز في بطوله في مده شهر كامل. هنحضر من قبلها، اول المعسكر ان شاء الله ينطلق 2 يناير، الدوري هيتوقف بعديه على طول معسكر المنتخب، تبدا تستعيد المحترفين بتوعك على يوم 10، تتجمع وتسافر. يعني اعتقد ان نجاح فيتوريا هيبقى هنا في القاهره قبل ما يسافر ان شاء الله، انه يخلق الجو بتاع البطوله في المعسكر بتاع القاهره. يعني شايف بطوله افريقيا هيبقى هو ده الاختبار الحقيقي لمصر فيتوريا؟ طبعا هو ده اهم اصعب اختبار. انت هتقابل المنتخبات الكبيره فين؟ في بطوله افريقيا بالزبط. فقط. طب انت من خلال رؤيتك او من خلال توقعك الشخصي، لو لا قدر الله ما حصلش توفيق في كاس الامم، ممكن يبقى في قرار من اتحاد الكره ولا مش هيربطوا كاس الامم بتصفيات كاس العالم؟ هو الراجل التعاقد بتاعه حتى 2026 لا ما فيش اي حاجه بتقول انه يمشي لو لا قدر الله خسر بطوله امم افريقيا. وممكن ان كنت يعني مش عايزين نفكر في الاحتمال ده، بس اتمنى لا، ان الراجل يا جماعه احنا عانينا كتير مع مدربين كتير من بدايه. يعني كوبر عمل هدف محدد وكان المفروض الناس اتكلمت انه لازم يمشي او عشان طريقته الدفاعيه والتحفظ اللي كان زياده شويه بعد احنا منتخب مصر ما ينفعش نكون بنلعب كده نفس على النقيض تماما. عانينا مع اجيري هجوم بدون فكر ويدخل فينا هدف في ملعبنا، نخرج من بطوله افريقيا بمنتهى السذاجه. يعني كروش يمكن كروش كان فيه توازن شويه، بس برضه ما وصلناش للفورمه اللي احنا عاملينها دلوقتي الا مع فيتوريا. فيتوريا مدرب كبير وليه تاريخ طويل، الناس كانت قلقانه ان فيتوريا ما مسكش منتخب قبل كده، بس فيتوريا نجح مع انديه كبيره. وفيتوريا عمل حاجه لمنتخب مصر مهمه جدا، فيتوريا قدر ان هو يخلق تجانس مع ميكالي في منتخب الاولمبي، قدروا يعملوا ربط بين الجيلين واحنا مش حاسين بيه، بس انت بتشوف مين حسام عبد المجيد بيخش شويه،
بتتكلم الراجل ما بيسيبش اي فرصه انه يكون المنتخب الاولمبي موجود الا لما بيتواصلوا بشوفه. شيفوكا قبل كده شارك مع المنتخب الاول والاولمبي فانت انت انت فيتوريا قدر ان هو بيبني لك جيل للمستقبل. فما اعتقدش ان بطوله افريقيا لا تكون مقياس. يعني انت شايف ان هو ناجح حتى الان طبعا. وشايف ان هو يعني مقدم اللي كان مطلوب منه مع منتخبنا حتى الان برضه. اكيد في ممكن نكون سلبيات ممكن نتكلم عليها، لكن اجمالا هو ده المدرب بالظبط المناسب لمنتخب مصر في الفتره الحاليه واللي بيبني لك جيل لكاس العالم 2026.